الله من الشيطان بسم الله الرحمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر 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 على ما يقولون وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام. في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر 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 على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبر
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع. واستمع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ولقد خلقنا السماوات ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع ومن الليل فسبح السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ومن الليل فسبحه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
ذلك يوم الحنين إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشتاق رب ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون فذكر نحن أعلم بما يقولون فذكر والذي أخرج المرعى إلا ما شاء
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر ونيسرك لليسر والذي أخرج المرعى فجعله فأدعه ويسرق ريحك فلا تنسى ذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ولا خير وأبقى ولا آخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.